حسب اللاعب اش ما عرفنا لا والله وين الدور حسب ما شفنا ما الحمد لله رب العالمين. اليوم لقحنا الصغير، الحمد لله اللي الله رزقنا منظومة طبية يعني قامت بلقاح وقدومه على مدينة الأطامني بعد كل هالدمار وكل هالحملة الهمجية من قبل النظام. كنا الحمد لله كنا نروح لأطمية أو للقلعة لحتى نقدر نلقحه، بس الحمد لله رب العالمين هاللقين صار وضع أحسن بقدوم المنظمات على مدينة الأطامني. نحن المكتب الطبي التابع للمجلس المحلي نقوم بالتعاون مع فريق لقاح سوريا بحملة تلقيح أطفال اللطامني والقرى المجاورة لها، وقمنا بتوثيق ما يقارب 600-700 شخص، وتضمن اللقاح شل الأطفال حصبي كزاز، وإن شاء الله هلق عنا تقريبا كل أحد إن شاء الله مستمرين باللقاح. هو 4 شهور تقريبا 4 5 شهور.